كبير حاخامات بريطانيا نفسه في الحملة الانتخابية، هذا دليل على أن خصوم حزب العمال وخصوم صديقنا جيريمي كوربن بالذات يعني دخلوا مرحلة البانيك، استنفار. يعني هم الآن بيستنفروا كل من يستطيعوا أن يجدوا إمكانية لإقحامه في هذه المعركة يقحمونه في هذه المعركة. والحقيقة كما ذكر جوناثان كوك اليوم في له مقال نزلت له ترجمة في عربي 21 والنص الأصلي نزل في ميدل إيست آي، أن هذا في على المدى البعيد خطر على الجالية اليهودية. يعني أنه كبير الحاخامات، الحاخام هو الخطر مش كوربن تقصد؟ نعم الظاهرة. نعم الظاهرة، يعني ظاهرة إقحام كبير الحاخامات في المعركة السياسية، وأن يقول للناس بمعنى أو بآخر لا تنتخبوا حزب العمال وإياكم أن يصل كوربن إلى الحكم، يعني هذا ستكون له عواقب على اليهود الذين يعيشون في بريطانيا على المدى البعيد. بالرغم من أنه فعل، يعني وأنا ألوم جيريمي كوربن وألوم حزب العمال أنه لم يدافع عن نفسه بما ينبغي أو كما ينبغي ضد هذه الاتهامات أنه في معادلة سامية في حزب العمال. يعني وجيريمي كوربن رجل ذا مبادئ ورجل قوي، لكن واحدة من المسائل اللي عند المشكلة اللي عنده أنه دائما هو في هذه الأمور يحاول أن يكون على الوسط، يمسك العصا من الوسط، وبالتالي يعتقد أن هذه قد تؤدي إلى إرضاء الأطراف المختلفة. هذا بالوقت الحاضر غير ممكن، لأن الحملة اللي موجودة عليه الآن من الكبر، لكن موضوع دخول الحاخام هذا الأكبر في العملية السياسية أولا هذا يتناقض مع الفكر السياسي في بريطانيا. يقال إنها المرة الأولى طبعا التي يحصل فيها، المرة الأولى التي تتدخل فيها أما الكنيسة أو رجل الدين اليهودي أو حتى المسلم إذا راد يصير. هذه هي الشيء الذي يعارض أو يخالف الفكر السياسي البريطاني حينما ابتعدت الملكة عن الكنيسة، حينما تم فصل الدين عن الدولة. إحدى المسائل الرئيسية هو منع تدخل رجال الدين في العمل السياسي. فحينما يأتي رجل دين بمركز الحاخام الأكبر ويتدخل في السياسة بهذا الوضوح وبهذه الصراحة، هناك حالة من يعني الانزعاج لدى الناس، ليس فقط من حيث ما قال وإنما من حيث الفكرة الأساسية هو تدخله. يضاف إلى ذلك أنه الآن أدخل موضوع أن إحدى الطوائف الدينية تأخذ موقفا سياسيا بين الأحزاب، لأنه يعني تصور أنه لو أن المسلمين أخذوا هذا الموقف ماذا كان سيجري؟ المسلمين بمعنى رجال الدين، رجال الدين يعني طبعا في مؤسسات يعني من مؤسسات الرجال اليهودية مثلا زي مؤسسات اللوبي، مؤسسات اللوبي هاي عادي تشارك، والمسلمين أيضا في مثلا المجلس الإسلامي البريطاني اللي رد على بالمناسبة على بس احنا عندنا ما عندناش رجال دين زيهم، يعني هم عندهم رجال دين، احنا ما عندناش رجال دين. هو بالحقيقة يعني هم تصنيف، يعني مثلا لو في مفتي مثلا ما يصيرش يتدخل، ما يصيرش يطلع يحكي، لكن في مؤسسات هي اصلا مؤسسات ضغط سواء كانت مسلمة أو مسيحية أو يهودية. نظيرها هي مؤسسات اللوبي الصهيوني، وهذه لا خلاف على انها بتاخذ موقف داعم. والحقيقة انه هو فعلا اهم ما يميز هذا الموقف من الحاخام انه انتهاك لمعايير النظام العلماني اللي موجود في بريطانيا. يعني هذا عملية إدخال أو خلط بين الدين والسياسة، وبالتالي وطبعا هذولا كمان في فرق بين المسلمين واليهود أو المسلمين والمسيحيين، هذولا أوامرهم تعاليم دينية عند المسلمين، حتى المفتي اجتهاد أوامره انت صحيح. ما في انت اي مفتي الازهر بيلزمنا احنا نحكي رايه ما بيلزمنا. اما هذولا انت تخيل بابا الفاتيكان يقول لك انه المسيحيين ينتخبوا العمال، مستحيل هذا الكلام، غير معقول طبعا. ليش؟ لانه هو تعاليمه هو تعاليم دي، هو كمان هو منصبه ديني روحي بالضبط او روحاني فقط، ليس له اي دور سياسي، وهذا جزء مما وصل اليه المجتمع الغربي او الاوروبي،
بعد عقود أو قرون من النضال. بالضبط. حالة ما تنطبقش علينا إحنا. الحقيقة أنا عجبني رد المجلس الإسلامي البريطاني على على صحيح. على الفتوى، مش الفتوى، هي على التصريح اللي قاله الحاخام. هو مقال نزله في صحيفة التايمز. أي نعم. هو رد المجلس البريطاني الإسلامي البريطاني إنه إحنا يعني ندعم الدعوة لمكافحة معاداة السامية، لكن بنفس الوقت نطالب بمكافحة جميع أنواع العنصرية بما في ذلك الإسلاموفوبيا، لأنه هاي نقطة ضرورية، بأنه إذا كان هناك اتهامات ضد حزب العمال يعني عدم النجاح في محاربة معاداة السامية، فهناك اتهامات للمحافظين على مستوى عالي. يعني جيرمي كوربن لم يتهمه أحد كشخص، ويتهم بأنه لم يتعامل بشكل جيد مع ظاهرة معاداة السامية، بينما المحافظين، زعيم المحافظين نفسه متهم هو بالإسلاموفوبيا. وبالمناسبة اليوم تم نشر أظن في الغارديان نشرت تصريحات أو مقالات لجونسون كان نشرها قبل 20 سنة، صحيح، بعضها عنصري ضد السود، بعضها عنصري ضد النساء غير المتزوجات، يعني اللي هي الأشياء في بريطانيا أو في المجتمع الأوروبي حسمت منذ زمن بعيد. بس بضل هذا موقف المحافظين حقيقة في حقيقته. نعم. يعني deep within هم هيك موقفهم. والله حقيقة حتى العمال، يعني بالرغم من أنه جرمي كشخص موقف تجاه القضايا العربية والفلسطينية والعدالة من الجانب الأخلاقي والإنساني، وهناك عدد من اليساريين في حزب العمال، إلا أنه في حقيقة الأمر كلا الحزبين المحافظين والعمال بالنسبة موقفهم تجاه الإسلام هو موقف غير صحيح. أي. يعني فيها عنصرية، بالرغم من أن بريطانيا والإنجليز يحاولون أن يكونوا دبلوماسيين وأقل صراحة في معاداتهم سواء كان بالسلوك أو بالكلام، لكن يبقى الاتجاه معاداة الإسلام والإسلاموفوبيا جزء من الثقافة الغربية، وهي ليست شيء جديد، الآن ازدادت. قبل إذا الناس تتذكر أنه أصلاً ما كانوا يسموهم مسلمين، كانوا يسموهم المحمدانز، على أساس أنه كريستيان له علاقة بكريست وبالتالي الإسلام ويا محمد، فكانوا محمدانز. وبعدين لما أصبح هذا الكلام غير مقبول، لكن الآن بوجود الأعداد الكبيرة من الجالية المسلمة ومن المسلمين البريطانيين سواء كانوا إنجليز أو غير إنجليز، أصبح هناك عملية إسلاموفوبيا واضحة في مختلف المجالات، وهذا شيء مؤسف بالنسبة إلى بريطانيا اللي هي يعني دولة على الأقل تبدو أقل عنصرية مما موجود في فرنسا وألمانيا والدول الأوروبية الأخرى. فعلا تبدو، لأنه اليوم الفرنسيين دخلوا مش مشكلة مع الأتراك، بعرفش إذا كنت تتابع اليوم ماكرون يعني متكلم كلام شديد ضد تركيا عشان عمليتها في سوريا، فرد عليه وزير الخارجية التركي رد صارم وقال له أنت أصلا كنت متعلقا بطموح إنشاء كيان إرهابي في سوريا فحبط عملك وخابت أمالك، ولذلك أنت الآن تهذي، يعني تقول كلاما لا تدري ما هو فعلا معنا. يعني المشكلة الأوروبيين عندهم الفرنسيين، لأنه الفرنسيون بالذات لديهم حقد دفين على الإسلام أكثر من غيرهم. صحيح. وهم أصلا في فرنسا التقسيم اللي موجود هم يسموهم مسلمان، يعني سواء كان عرب ولا سود ولا فارقة ولا أسيويين، هنا في بريطانيا يعتبرون عرق، يعني يعتبرون عرق. نعم. الفرنسيين حينما يتحدثون عن الفرنسي والمسلمين بغض النظر عن هذا، فالفرنسيين عندهم هذه النزعة، وهذه قديمة يعني حتى تعود إلى فترة الاحتلال الجزائر وإلى آخره. وبالنسبة للفرنسيين موضوع الإسلام هو شيء يعني غير قادرين على فهمه وغير راغبين في فهمه، وبالتالي هناك أداء اللي هو المعتاد أن الإنسان عدو ما يجهل، هذا من ناحية، والناحية ثانية السمعة التي ألصقت بالمسلمين سواء كان قسم منها صحيحة من الأعمال الإرهابية وقسم منها غير صحيحة. جزء منها أصلا فرنسا نفسها متورطة في حسب ما ظهر فيما بعد فيما يتعلق بالصراع في الجزائر
انه في كثير من العمليات الارهابيه اصلا كانت تتم عمليه سيت اب لها وفرنسا وفرنسا متورطه فيها. اول اختطاف بالتاريخ سوى الفرنسيين اختطاف الطائره. لا لا حتى في قصه مشهوره طبعا لا نعلم الان مدى صحتها لان القصص المخابراتيه هاي الله اعلم من مدى صحتها، بس في قصه عن اختطاف سفير فرنسي في الجزائر من قبل مجموعة إرهابية بتدبير من فرنسا، ثم بعد ذلك الضابط الذي كان يقوم بالعملية عندما خرج من عمله يعني أفشى أسرار العملية اللي هي أصلا تم ترتيبا. قصة الإسلاموفوبيا في فرنسا ربما مرتبطة أيضا بأنه تشكيل فرنسا الحديثة جاء على أساس العداء مع الدين، فهم لديهم مشكلة مع الدين. لكن إذا عدنا إلى قصة الانتخابات في بريطانيا، ما ألاحظه منذ تسلم جيرمي كوربن لقيادة العمال أنه كلما أصبح هناك فرصة لاقتراب كوربن من الحكم تزداد الحملة عليه. الاستطلاعات الرأي التي ظهرت مؤخرا بعضها يحاول أن يظهر أن هناك فرقا كبيرا بين العمال والمحافظين لصالح المحافظين، لكن الحقيقة اليوم في بعض الاستطلاعات تقول أنه تقلص. وحتى الاستطلاع حتى باعتراف المحافظين، أنا سمعت واحد من المحافظين بيقول أن الفارق ضئيل جدا. هو الأكثر واحد طلع فيه فارق لصالح المحافظين عملته التايمز وأظن يوغف، بس قالوا أنه في 30 دائرة المارجن كان بسيط جدا، يعني الفرق بين الحزبين قليل جدا، وبالتالي وارد تنقلب الكفة 30 يعني مقعد ممكن تروح. يعني مش مقعد الصورة العامة، يعني حتى قبل الدخول على كوربن، الصورة العامة أن حزب المحافظين حتى لو فاز بكل المقاعد ليس لديه الأغلبية، وبالتالي لن يستطيع تمرير السياسة، وإذا ما استطاع تمرير السياسة لن تستمر الحكومة. الآن اللي مطروح، لذلك ما حد يعرف النتيجة كيف لها تكون، أن العمال قد يتفقوا مع على الأقل 4 أو 5 من الأحزاب وكم واحد مستقلين، وبالتالي يسقطون الحكومة القادمة. أما فيما يتعلق هم لو اتفقوا مع الليبرال ديموكراتس والخضر طبعًا تسقط الحكومة، بس مش راضين يتفقوا، لكن هنا لا، ما المشكلة هنا. لذلك كوربن عنده مشكلة حتى في داخل الحزب ماله. كوربن لحد الآن أولاً ما أخذ موقف واضح من 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 الخروج من أوروبا، يعني واضع رجل على اليمين ورجل على الشمال. صحيح. هو مشكلة ليس لديهم برنامج بخصوص ليس واضحاً في هذا الأمر، هذا رقم واحد. علماً بأنه كوربن، وأنا أعلم ذلك شخصياً، أن كوربن هو معارض إلى أوروبا. بالنسبة إلى كوربن شخصياً موقف الأيديولوجي، موقف الأيديولوجي هو ضد معارض للوجود في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا موقفه. هم دول اليساريين بيعتبروا الاتحاد الأوروبي مظهر من مظاهر الرأسمالية والإمبريالية والسوبر باور كمان، ومن هنا بيعرضوه. فبالنسبة إلى كوربن لأنه موقفه غير واضح من هذا، لكن ما مهم أنه شو الأصوات اللي حصلوا، وكافة الإحصائيات التي تجري وإحساس الرأي وإلى آخره كلها عبارة عن في الوقت الحاضر غير مؤكدة النتيجة، لأنه هذه الانتخابات بالذات بالرغم من أنها انتخابات ناشنال يعني على مستوى الدولة، إلا أن العامل الرئيسي فيها هو عامل الخروج من أوروبا، وبالتالي ليس هناك يعني الاحتمال أن الذين يعارضون الخروج الآن صاروا أكثر من الذين يؤيدون اللي بالرفرندم، لكنهم مقسمين يعني بالتأكيد. لكن في نهاية الأمر الخروج من أوروبا أو البقاء في أوروبا مرهون بالحكومة التي تستطيع أن تمرر القرار في البرلمان، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الحالية، حتى لو فاز المحافظين وحتى لو جاء كوربن أقصد بوريس جونسون، من المتوقع أن هذا الحزب لن يستطيع، لن تكون له الأغلبية في تمرير اتفاقية الخروج. وإذا لم يستطع ذلك فستسحب الثقة من هذه الحكومة قريبا، وبالتالي هناك احتمال إجراء انتخابات بعد فترة قريبة في العام مطلع، يصير زي إسرائيل. دخلوا في أزمة لا أحد يعلم كيف يمكن أن تنتهي، وخاصة أنه الرهان السابق على الانتخابات كان من تيريزا مي، وخسرت في الرهان على عمليا تراجعت مقاعد المحافظين، كانت تراهن أنها تأخذ أغلبية وتمرر الاتفاق. هي تراجعت في الانتخابات والآن مرشحة، إذا تتراجع أكثر وإذا لم تتراجع
برضو احنا داخلين على الازمه نفسها. ما هو اذا 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 رجعنا الى موضوع الخروج من اوروبا، هي هذه الاشكاله الاشكال اللي ادخلت بريطانيا نفسها فيها. كان هناك تصور او تصوير للناس ان الخروج هو شيء جيد، صح، والخروج مفيد، ثم اتضح ان هذا كله كان مبني على كذب. صح. لحد الان ليس هناك اي معلومات اطلاقا ذات قيمه التي تبين ان الخروج مفيد او غير مفيد. المشكله عدم الوضوح. لا هو لا لا الضرر اخي فراس معروف، يعني حينما في ضرر يعني واضح بين لانه السوق الرئيسي لبريطانيا هي اوروبا. اوروبا نعم. الخروج من السوق الرئيسي مالك لابد ان يؤدي للضرر. في مساله اخرى، وهو انه الاتفاق اللي توصلت له تيريزا مي مع الاوروبيين وهو الافضل الممكن، يقضي بفاتورة طلاق قوامها 50 مليار جنيه استرليني، علما بأنه بريطانيا تساهم بموازنة الاتحاد الأوروبي بخمسة مليار، بمعنى أنه احنا أنت عشان تطلع هتدفع أكثر من 10 سنوات نعم. تكلفة البقاء في الاتحاد الأوروبي، يعني سنة واحدة من الخروج ستكلف بريطانيا أكثر من 10 سنوات. هذه ليست غرامة، هذا هو الكذب اللي جرى، أن بريطانيا كافة كل الحديث قبل الاستفتاء كان يدور أن بريطانيا تعطي إلى أوروبا أكثر مما تحصل، وهذا ليس صحيح. هذا ليس صحيح. من المطلق صحيح. الذي يدل على ذلك أننا مدينين إلى أوروبا. صح. أي أننا وضعنا. صح. أموال في أوروبا لكن أخذنا أضعاف ما وضعنا فيها. والمحزن أنه الجهات في بريطانيا الأكثر استقبالا للدعم الأوروبي هي التي صوتت مع الخروج زي ويلز. صحيح. بس الآن تراجع بسبب التضليل. الآن تراجع. آه، في تراجع الآن. الآن ويلز أجريت استطلاعات للرأي صارت فيها الأغلبية مع البقاء. نعم. هو في الاتحاد الأوروبي. هو زي ما حكى الأستاذ صباح، هو المسألة أن هناك خديعة صارت، حتى السياسيين الذين مارسوا هذه الخديعة انسحبوا من المشهد السياسي في اليوم التالي. يعني الـ أكبر الدعاة باستثناء يمكن بعضهم يعني ما زال، لكن أهم مروجي لفكرة الخروج للاتحاد الأوروبي هم أصلاً هربوا عملياً. إحنا يمكن كثير من الناس نسوا قبل الاستفتاء الصورة الرئيسية التي وضعت حينما وضع باص وكتب عليه 354 مليون، وقال وقف جونسون قال إذا خرجنا من أوروبا سنوفر هذه الأموال إلى الهيئة الصحية. وفي ناس أرادوا أن يحاكموه بناء على هذه الكذبة، لكن ما طلعش بإيدهم، يعني ما تحولتش إلى قضية في المحكمة لأسباب سياسية. وهذه هذا الموضوع الخروج هو العامل الرئيسي في تقرير كيفية نتائج الانتخابات. هو إلى حد ما إذا نجح جيرمي كوربين بشيء في الحملة الانتخابية فهو تحويل هذه الحقيقة التي تفضلت فيها، إنه صار في نوع من النقاش مش بس عن الاتحاد الخروج من الاتحاد الأوروبي، صار في نقاش عن البرنامج الاقتصادي، صار في نقاش عن البيئة، عن الصحة. يعني أكثر موضوع نجح فيه هو مثلا الكشف عن إنه هناك ربما رغبة أو مفاوضات بين جونسون وبين الولايات المتحدة قد تعرض الهيئة الصحية للبيع للولايات المتحدة. موضوع البيئة اليوم طلعوا شيء يتعلق بزرع 2 مليون شجرة سنويا وفتح 10 حدائق جديدة في انجلترا، وايضا البرنامج الاقتصادي. انا اعتقد بانه صار في شوية تحول في النقاش الى قضايا مطلبية، وربما يكون النجاح هذا يعني لحساب جيرمي كوربين مع بقاء القصة الخروج من الاتحاد الاوروبي كمحدد كبير. نعم، بس لسه ما في مخرج سياسي للأزمة. لا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي اللي تم التوصل إليه ووافق عليه البرلمان وبالتالي لازم يشوفوا اتفاق آخر، ولا الحكومة، أغلب الظن أن الحكومة القادمة ما راح يكون عندها أغلبية كافية لحتى تمرر أي اتفاق، وبالتالي ما في الآن يعني ما في مخرج للأزمة السياسية. وبالمناسبة إذا فاز حزب العمال قد يتضرر، إذا فاز في هذه المرحلة أو في هذا الوضع قد يتضرر الحزب، قد يتضرر جيرمي كوربين بسبب أنه هو داخل على أزمة ليس لديه حل لها، وداخل على وما عنده برنامج بيتعلق في البريكزيت، وبالتالي هو عمليا حيشيل هو عنده هو عامل فرضية بالنسبة للبريكزيت. فرضيته هو أنه راح يروح يتفاوض مع الأوروبيين ويجيب اتفاق،
يعتقد أنه ربما يكون أفضل من الاتفاقات السابقة ويعرضه للاستفتاء. يعني هو ربط الاستفتاء ليس على الخروج أو الدخول تمام أو البقاء، الاستفتاء هو على الاتفاقية التي ينوي أن يأتي بها أو البقاء على فكرة. لا ف... هو هو الاستفتاء بده يكون فيه أكثر من سؤال، بده يكون فيه خيارين، خيار الموافقة على الدين اللي بده توصل إلها أو البقاء في الاتحاد الأوروبي. لكن مشكلة العمال في ذلك وجيرمي كوربن تحديدا أنه لم يحدد أنه بس يعمل هذه الاتفاقية على إيش بده يصوت، هو إيش بده يعمل كامبين. يعني ولن يستطيع أن يأتي باتفاقية أفضل مما أيوة جاءت به. أيوة هذا تريزا مي جابت أفضل الممكن ولا اللي جابها جونسون. لكن هو الحقيقة هو بيعتمد على شو تعريف أفضل. لا هو بده هو تعريف أفضل بالنسبة له كاستمز يونيون. لا 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 هو محمد بلاكس هو أفضل، هو الأفضل بالنسبة لجيرمي كوربن مش الأفضل بالنسبة لتريزا مي ولا جونسون. أنا يعني أظن الاتفاقية حتكون مختلفة لأنه مختلف موضوع تماماً. الاتحاد الجمركي أساسي بالنسبة له، لأنه هو بده سوفت بريكزيت، يعني هو بده خروج. لأنه هم المحافظين بدهم سوفت بريكزيت. لا 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 هارد بريكزيت عمليا جونسون جونسون اللي عمله اتفاقية تريزا مي تقريبا سوفت. الحقيقة يعني الحقيقة أعتقد أن هناك إشكالية في طرح مالنا، لأنه في نهاية الأمر في الحقيقة هي ليست على أساس الأحزاب ولا على أساس الأشخاص. بالنسبة إلى التصويت يجب أن يحظى بموافقة البرلمان صح. بعد أن صدر قانون بن اللي صدر ذاك اللي قبل قال لا يجوز الخروج بدون اتفاقية الآن أصبح الجميع مقيدين بهذا. الآن أي ديل أو أي مشروع يتم التوصل إليه مع الأوروبيين وعرضه على البرلمان أنا أظن أنه لن يحصل على الموافقة بالضبط. وبالتالي هذه هي الإشكال. لا إلا إذا تشكلت إلا إذا كان في حكومة لديها أغلبية واضحة في البرلمان. وهي ما موجودة. وهذا غالبا طبعا المشكلة. لكن هو ولا يتوقع أنها تحصل في 12 ديسمبر. لو العمال تحالفوا مع الليبرال ديموكراتس ومع الخضور بشكله أغلبية. لا إذا 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 دخلوا في تحالف اللي سيجري أنه سيسقطون الحكومة المحافظين ويذهبوا إلى انتخابات. وما تعرف شو اللي حيصير بعد الانتخاب. انت بتفترض ان المحافظين حيفوزوا؟ هذا اذا فازوا المحافظين. انا افترض ان المحافظين اللي حيفوزون لكن ما عندهم اغلبيه، وبالتالي الاغلبيه في البرلمان ستسقط الحكومه وسنذهب مره اخرى الى الانتخابات. يعني هانج هي انا اتوقع النتيجه اللي هو الهانج بارلمنت اللي هو برنامج ما حدا عنده أغلبية النص زائد واحد أكيد. زي الوضع اللي صار في إسرائيل. زي إسرائيل وبالمناسبة بالصف. هذه المرحلة الجديدة بريطانيا ما متعودة على شغول الهند. أسوأ شيء في أي ديمقراطية هو هذه الفسيفسائية السياسية. لما بتكثر الأحزاب وبتكثر الاختلافات من الصعب أنه يكون تشكل عندك حكومة قادرة على أن تحسن في أي شيء. لكن أخي زام أعتقد أنه العالم بدأ ينتقل إلى هذه المرحلة. يعني موضوع الإيمان بالبعثية أو بالشيوعية أو بالمحافظين أو بالعمال أو إلى آخره، أو حتى في أمريكا الجمهوريين والديمقراطيين. أنا أظن أن العالم الناس في العالم الآن بدأت تتجه نحو عدم قبول هذه المسلمات الكبيرة، وبالتالي هناك ظاهرة جديدة في التعامل السياسي في العالم كله بما فيها بريطانيا. لذلك أنا أعتقد أن العالم سيبدأ بالاعتياد على وجود حكومة لا تحظى بالأغلبية إلا بالتحالف مع الآخرين، وبالتالي تصبح كافة الأمور معرضة إلى المناقشة والمساومة. هو طبعا هذا أيضا لصالح الاقتراب إلى الوسط. هو في الأحزاب لما كان الحزبين الكبيران هم دائما يفوزوا كان الحزبين الكبيران أقرب إلى الوسط. الآن حزب المحافظين يقترب إلى اليمين وحزب العمال تحت كوربن اقترب إلى اليسار. فنتيجة طبيعية أنه يصير فيه هذا الفسيفساء اللي هي عمليا في النهاية الشعوب غالبا هي وسط، يعني يسار وسط يمين وسط. فبالتالي النتيجة وكأنها تعيد البرلمان إلى الوسط، وهو يعني بشكل أو بآخر لولا مشكلة البريكزيت هو لصالح الناس لأنه بيخلي فيه مساومات. يعني ما بتكون الحكومة
ما بيكون مثلا البرنامج الاقتصادي يميني تام ولا يساري تام، وانما شيء في متوسط. بس بس فراس اللي حاصل في البريكزيت انه وصل لمرحله هي المشكله بس البريكزيت. نعم لو في بريكزيت ازمه معطله للبلد صار لها ثلاث سنوات ولا يوجد اي افق بالمناسبه، زي ما تكلم الاستاذ احنا احتمال نروح لانتخابات جايه. الافق الوحيد للبريكزيت هو الاستفتاء، بعديها بشهرين ثلاثه كمان. انا اظن انه بالضبط هو الحل الوحيد استفتاء ثاني، واغلب الظن انه اغلب البريطانيين ادركوا حقيقه كذب وخداع الحملات التي نادت بالخروج. لكن تعرف شو المشكلة مع الاستفتاء الثاني؟ الاستفتاء الثاني حتى إذا جاء النتيجة قد تكون معكوسة، بدل 51-49 صار 49-1. فحينما تخرج تلك النتيجة سيكون رد الفعل من الآخرين لماذا تقبل بهالنتيجة وما تقبل بالنتيجة. والله أنا أتوقع الصباح أنه حتكون لا النتيجة الفرق أكبر حيكون. ليه؟ لأنه فترة الثلاث سنوات اللي مضت هذه كشفت عن, عن, عن أعين الناس غطاء من الكذب والتزوير. صحيح، يعني صار في وعي اكثر. صح. ومع النقاشات اللي صارت والارقام اللي طلعت. طبعا. والان فضيحه الفضيحه اللي اشار لها فراس، محاوله المحافظين التفاهم مع الامريكان على بيع على بيع الناشونال هيلث سيرفيس اللي هي قطاع الخدمات الطبيه البريطانيه اللي هي تعتبر من اهم الخدمات وهي ما يميز بريطانيا. طبعا. هذه فضيحه كبيره. بس انا عاوز اعلق على كلمه قالها فراس، ما قال إنه العمال بيتجه أكثر نحو اليسار والمحافظين بيتجه أكثر نحو اليمين. ربما كوربن يتمنى ذلك، لكن لا أظن أن أن الحزب تمكن من ذلك. أنا أيده، لأنه جواته في كور جوا الحزب طبعًا يحاربه. طبعًا في يعني دولة عميقة في جو داخل الحزب. أكبر تحدي يواجه جيريمي كوربن هو من داخل الحزب ومش من خارج. صحيح. هؤلاء هم الذين يثيرون قضية معاداة السامية. هؤلاء هم الذين ولائهم لبلير أو بسموهم بليرايت. طبعا. فالحقيقة أنهم هم والذي ربما يعني بيخلي الصورة شوية لصالح كوربن هو العدد الكبير من الشباب اللي دخلوا الحزب. هو شو البرنامج تبعه فيه شوية خلينا نقول شفت لليسار، يعني هو بس مش قادر يطبق حاجة. البرنامج الانتخابي في قصة زيادة الضرائب على الشركات المالتي ناشنال، في قصة إعادة تأميم بعض الشركات الكبرى وخصوصا القطارات، وفي قصة زيادة الضرائب أيضا على الشرائح العليا. إذا نجح كوربن بهاي الثلاث أشياء فهو عمليا حقيقة بينفذ برنامجا اشتراكيا أكثر منه. وأنت تعرف أنه بحزب العمال المشكلة الرئيسية هي أن القيادات يعني البارلمنتاريانز البرلمانيين في حزب العمال تقريبا يكاد يكون جميعهم ضد جيريمي كوربن. لا بس هذه الانتخابات الأخيرة غيرت. الانتخابات الأخيرة بالرغم من أن الانتخابات الأخيرة الانتخابات الأخيرة 2017 اللي نزلوا لكن هم الناس الأقرب إلى لكن الانتخابات الأخيرة اللي جرى فيها قبل بدء الانتخابات أولا انضمت أعداد هائلة من الشباب للحزب. هذا العامل المهم. وبالتالي غيروا المعادلة. صح. لكن أعضاء البرلمان لم يتغيروا، كثيرين منهم اضطروا ينكدوا عليه، اضطروا يماشون جيريمي كوربن لأنه هو رئيس الحزب وهو يحظى بالتأييد، لكنهم قلوب يعني ماكو هذا يقول لك قلوبنا مع معرف منه وسيوفنا مع الطرف الآخر. هم ماشيين على هذا.